انا هذه 6 سنين وانا كنقرا في جبران خليج جبران، والحمد لله اليوم الله حدا ديال التخرج ديالنا اللي حنا كنتسناو هذه 12 عام، وان شاء الله غادي نكونوا ان شاء الله النقط هما غدا، وان شاء الله النقط يكونوا مزيانين على حساب الاجتهاد ديالنا والعمل ديالنا والمثابره ديالنا على خلال هذه السنه اللي كانت مزيانه. ان شاء الله غادي نجيبوا نقط مزيانين ونفتحوا صفحه جديده على الحياه، وتكون ان شاء الله مستقبل نزيه ومثمر كما قلنا، وان شاء الله يكون كل شيء خير الحمد ان شاء الله. وكانت الصراحه جبران خليج جبران بحال الدار ديالي الثانيه، وكانت كتوفر لينا كاع، وفرت لينا كاع الاجواء ديال الدراسه، وكانت وربطنا روابط اخوه بيني وبين صحابي، والحمد لله كل شيء الحمد لله يكون مزيان ان شاء الله. I'm a student in Jibran Khalil Jibran. I've been here for 3 years and it has been an awesome experience. I'm so happy and grateful to be here with my friends and my family and we're all graduating. الاختيار ديالي لهذه المدرسه هي عندها شهرة عالمية وسمعة طيبة، وفضلت نقري بنتي هنايا على حساب التربية، التربية والقراية، وعندهم ونعم التربية، مستوى شتا من غدا تتحسن، تحسنت 100%، تحسنت 100%. بالنسبة للونجلي، لونجلي اللغات شدات دابا اللغات، قبل ما كانت شادة اللغة، دابا ولات تحسنت وشدات اللغة مزيان.